في البداية حابب أشكر كل تعليقات كل البناء اللي بتبقى موجودة في الفيديوهات. الحمد لله الواحد بيتمتع بمصداقية معاكم من ساعة ما بدأ القناة، وأي قرارات بكتبها ببقى متأكد منها في الفيديوهات اللي أنا بعملها. شكرا ليكم وشكرا لكل الاشتراكات، وإن شاء الله زي ما قلت لكم إن شاء الله في وقت قليل هنوصل ل100,000 مشترك مع بعض بفضل تشجيعكم للقناة. ده مبدئيا شكرا ليكم. النقطة الثانية اللي هتكلم فيها، طبعا بعد التدخل من الرئيس ومجلس الوزراء في قرارات عاجلة لطلاب أولى وتانية سنة. طبعا انتوا عارفين اللخبطة اللي حصلت الفترة اللي فاتت، وكل يوم بيبقى فيه قرار وعكسه قرار وعكسه وهكذا. يعني وزعنا تابلت وبعدين امتحناهم تابلت، غيرنا ورقي، بنقول ان الثانوية العامة، طب انت بتقول ان حصل غش في التابلت، طب ما انت هتطبق في ثالثه ثانوي. فالدنيا فيها لخبطه كبيره جدا جدا حصلت الفتره اللي فاتت، وده اللي خلى في تدخل من الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا ورئيس الوزراء، وحصل اجتماع مع الوزير بخصوص فكره التابلت نفسها ومدى جودتها وتواجدها في مصر. كمان كان في مطالبات لأولياء الأمور بالآتي، إن رجوع عودة الكتاب، يعني الطلاب ياخدوا الكتاب معاهم. دي مطالبات بعتت بها فاكسات لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكمان لوزير التربية والتعليم. قرارات جامدة، وهنشوف مدى يعني مدى لاقت هذه القرارات. أول حاجة إن اعتبار الترم الأول كله اجتياز، لأن الوزير قال إن في ناس هترسب وهنعمل امتحانات تكميلية والكلام ده كله، وأنا كنت عملت فيديو على الامتحانات التكميلية دي امبارح اللي أعلنها الوزير. لكن أولياء الأمور طلب الوزير بعمل إن كل الناس اجتياز، لأن الطلبة مش مسؤولة عن إن التابلت مثلا السيستم سقط، او مش مسؤوله كمان عن اللخبطه اللي حصلت في النتيجه، لان في طلاب هي علمي وجالها تاريخ، وفي طلاب ادبي وجالها احياء ان هي ناجحه في حاجات غريبه. وكمان قال اولياء الامور في الفاكس اللي اتبعت، وطبعا ده جروب اولياء الامور، ده جروب كبير على مستوى الجمهوريه، كمان بعته للرئيس الوزراء والرئيس عبد الفتاح السيسي، ان انت قلت ان الدرجات بتقول الدرجه الصغرى صفر، فمعناها ان كل الطلاب ناجحين. فايه فكره ان احنا نفكر ان احنا نعمل امتحانات تكميليه للطلاب الراسبين، لان الوزير قال ان احنا نعمل امتحانات تكميليه للناس اللي جايبه اقل من 50%، وده تراجع عن القرارات اللي جال. ده مبدئي، دي النقطه الثانيه. كمان زي ما قلت لكم اتكلم على الكتاب المدرسي، ان هم لازم ياخدوا الكتاب المدرسي معاهم، لان قال ان في طلاب، طب انت طلاب علمي كيمياء وفيزياء وحياة هتديهم القوانين ورياضيات، طب طلاب ادب هتديهم ايه في الجغرافيا، وهتديهم ايه في الفلسفه، وهتديهم ايه في التاريخ في الورقه اللي انت هتعملها. كمان قالوا ان انت من بدايه الامتحانات وقلت ان الامتحانات هيبقى فيها الكتاب المدرسي، ودلوقتي مش فيه. طبعا دي كانت كل المطالبات اللي حصلت الفتره اللي فات، لكن التدخل الرئيس اني اللي هيحصل الاتي، ان كده كل الطلاب هيعتبر ناجحين في الترم الاول، ده موضوع منتهي، ده اولى القرارات. بطريقه او باخرى طبعا هم يعني ده موضوع منتهي، ان كل الطلاب كده نجحت الترم الاول، هيتبعت لهم النتيجه ان هم كل اجتياز، خلاص كده كل اجتياز. وبالنسبه للناس اللي كانت عندها اعذار قهريه او ما راحتش، اللي مثلا خاف من كورونا او اللي عنده فيروس كورونا، اللي كان عنده فيروس كورونا في الوقت ده هو اللي هيعمل الامتحان التكميلي. ده كان اول قرار. القرار الثاني كان دراسه التابلت بقى من منظور الامتحانات. قال احنا هندي فرصه للوزير وفرصه الاخيره امتحانات ثالثه ثانوي. الوزير فكر في فكرة ان الامتحانات هتتعامل اوفلاين، عشان بس الشباب بتوع اولى وتانية سنة يمكن مش فاهمين الفكرة شوية. الاوفلاين ده عبارة عن فلاشة هتتحط
في الاجهزه للكمبيوتر وتتوصل على التابلت، بس النت مش هيبقى موجود، النت مش هيبقى موجود في الوقت ده، يعني هتبقى اوفلاين، يعني مفيش نت، بس الامتحان هيوصل لك على النت. فكره كده موجوده اللي هي فكره الاوفلاين. فرئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه واجهوا وزير التعليم ان الامتحانات تتعامل اوفلاين عشان ما نضيعش مستقبل الاولاد والناس المتميزه والناس المتفوقه، لان كل الناس كده اتساوت في الترم الاول ده بحسب الكلام اللي حصل، وطبعا بحسب كل اللي شفناه. فهيطبقوا فكره الاوفلاين، لو نجحت فكره الاوفلاين فهيتم تطبيقها على اولى وثانيه ثانوي، يعني احنا في الترم الثاني هنمتحن ورقي عادي، لكن النقطه السنه الجايه هيمتحنوا، هترجع لنظام التابلت مره تانية بس هيبقى اوفلاين. كمان النقطه الثالثه اللي طالبه بيها اولياء الامور اللي هي مراعاه الجدول، وده بيتم دراسته دلوقتي. ايه هو مراعاه الجدول؟ اللي هو مثلا في ايام فيها كيمياء وفيزياء واحياء، مش معقولة 3 أيام يبقوا مع بعض. ففي دراسة دلوقتي بتتعمل، لكن دي لسه ما اتخدش فيها قرار. أنا دايما بقول لكم الحاجات الموثقة والرسمية، إن يتعامل امتحان واحد بس، ما يبقوش امتحانين، والامتحان الواحد بس بدل ما هم هيطلعوا 3 أو 4 أيام في شهر أبريل وتلات أربع أيام في شهر مايو، فيطلع أسبوع كامل في شهر مايو بس تبقى مادة واحدة. ويا ريت تقول لي رأيك برضو في الفكرة، ونحاول نشارك الفيديو عشان نوصل الأفكار بتاعت أولياء الأمور دي توصل للناس كلها. الفكرة المطروحة إن يلغى امتحان من الامتحانين ويبقى امتحان واحد بس، وبدل ما يطلع 3 أيام في شهر أبريل تطلع 4 أيام في شهر مايو، يعني يبقى امتحان آخر سنة هو اللي يتاخد عليه، هيبقى ورقي زي ما هو، بس ما بدل ما بيبقى 3 مواد في اليوم هتبقى أمور صعبة، لأن طالب هيمتحن 30 سؤال اختياري من النظام ده، هيبقى أمور صعبة جدا. طبعا في اهتمام في الفترة الحالية من رئيس الوزراء وتكليفات من الرئيس بكل ما يخص التعليم بعد المهازل اللي حصلت والكوارث اللي حصلت في الامتحانات، كمية كوارث ومهازل، كمية ناس متفوقة ومشاطرة أصيبت بالإحباط من الامتحانات اللي حصلت، كمية ناس ضعيفة وكسلانة وما كانتش بالذاكرة قدرت توصل الامتحانات وتسرب الامتحانات وتنجح بدون أي مجهود. ففي اهتمام في الفترة دي، وعايزين احنا نستغل الاهتمام ده بان احنا نوصل لأفضل مستوى خاص بينا وكمان خاص بأولادنا اللي هم جايين في المستقبل، وخاص بكل الناس ان هم يقدروا يستفيدوا من التعليم بالقدر الأكبر. أتمنى أكون وصلت لكم كل الأطروحات اللي مطروحة الفترة دي، وأتمنى يا رب يكون في تدخل في الفترة اللي جاية لصالح كل الطلاب. بالتوفيق للجميع.